السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اليوم لقيت وضعيات ادمجيه عجبوني حبيت نقترح عليكم جوني ساهلين وتقدروا تعتمدوا عليهم ثلاثه في ثلاثه الاولى ثلاثه في الثانيه ان هذه تاع الجغي ان هذه تاع غردايه اللي هي تدخل في ان سيتي ليجون ا او فيل من بينها الجزائر عندنا غردايا كما تشوفوا عندكم دابو بليسونفاليه هما لي زاكتوكيلاتور لوجيك وعندنا ايضا غوندغ اوماج نو زونسيان اللي هما اجدادنا كيفاه نخلدو الذكرى تاعهم عندنا ايضا فقره تهضر الباتريموان اللي هو التراث الجزائري الثقافي اوكي هادو الفقرات تقدروا تلخصوهم ماشي شرط ديروهم هكا كاملين انا ايضا في الثلاثي الثاني هي تركزوا على لا فيولونس لو غاسيزم لا فيونس العزم لو فولغا... هو التفرقه ومادام حاصله هذه الحكايه تاع الاسود الذي قتل في امريكا ممكن تطيح لكم لو غاسيزم ثاني لا آه هذه الفقره شويه طوال انا ننصحكم انكم تلخصوا يعني ما تخصبوهمش هكذا واذا كتب ربي وكفاني وقت راح نلخصهم لكم في في أود باذن الله عندنا ايضا لي دغوا دي زونفون كانوا هادو بعض الفقرات المقترحه ارجو انكم استفدتوا الى اللقاء